السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير. ما تنساوش الاخوان ديرنا اشتراك في هذه القناه وشي كومونتير محفز فضلا وليس امرا. وعدناكم متتبعي قناه اشكيم في الفيديو الاول اللي ديال في الموضوع. كيف ما سمعتوا معنا الاخوان، هذا الحارس ديال الغابه مرزق. هذه الغابه الاخوان هي اللي كانت فيها الجثة ديال تهامي البنالي. هاي هذه الاخوان هي الغابات مرزق، واد مرزق اللي تم العثور على جثة ديال المرحوم التهامي البنالي. وهذا الحارس الاخوان هو تيقول انا ما شفت والو، ما جات عيني على والو، ولكن راه مستدعي تا هو من ضمن الشهود. هذه الغابة الاخوان هي واحد الغابة كبيرة والمساحة ديالها هي كبيرة تماما. وهذا الحارس هذا راه هو الحارس ديال هاد الغابات. كنتمنوا ان شاء الله تكون شي افادة في هاد القضية، حيت حنا كاملين الاخوان ولينا بغينا نعرفوا القضية ديال هاد القصة هادي. حقيقة فيلم ماشي قصة. هاد القصة هادي من 2007 الى غاية 2023 ولا جديد يذكر في القضية ديال التهامي البناني. وشكون موراه وشكون القاتل وشكون هو اللي غادي يتحمل هاد المسؤولية ديال القتل التهامي البناني، باش ياخذ العقوبة المستحقة باش حياة وفي ارضاء حياة العالمي، لان هذاك النهار هو النهار عنده باش ترتاح فيه وتشوف القاتل كياخذ الجزاء ديالو. كنتمنوا خير وكنتمنوا ان شاء الله مسجدة تكون في حلقات اخرى تكون فيها الافاده وتبان الحقيقه. هذا ما نسعى اليه جميعا. ما تنساوش الاخوان دينا اشتراك في القناه وشي كومونتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.